تمنى ان شاء الله كم تكونوا بخير. السلام عليكم وحده بوحده بلا ما ننسى حتى وحده. كما راكم تشوفوا لميت كامل البلاستيك، علب البلاستيك ويعني وتباتشاق الخرده كامل اللي عندي تاع البلاستيك، حطيتها في هذه السله باش نبدل كلش الزجاج. كما سبقت وقلت لكم في الفيديوهات الاخرى اني نحاول نبدل كاع واش عندي بلاستيك، سورتو في المطبخ، يعني سورتو البلاستيك الغذائي اللي نستعمله في المطبخ نبدلو السجاج، باسكو يعني مستحيل نستغناو يعني 100% من البلاستيك في حياتنا، لكن نحاولوا على قدر المستطاع اننا ما نستعملوش بلاستيك ونستعملو في بلاصتو حاجات اللي ما تضرش البيئه. هذه هي، البلاستيك عنده عمر محدد، حتى واذا كان غذائي لازم يتبدل هكذا. وحتى هذا اللي كنت شاركته ديجا معاكم من قبل مجفف الاواني، بون هو كان هنايا يعني دو زيتاج، نحيت واحد قلقني خليت غير هدايا، وشريت دوكا واحد اخر يعني حنبدلو هدايا، ودوك نوريه لكم اللي شريته. ان شاء الله برك يجيني في هذه البلاصه باسكو انا عندي من الفوق لي ليمون، دونك اسافوار ان شاء الله يجي. دوك نوريه لكم، نوري لكم كامل المشتريات ديالي والتغييرات اللي حنديرهم، قعدوا معايا باش تشوفوا كامل هاد التغييرات. فوالا البنات، هاوليك مجفف الاواني اللي قلت لكم عليه، سيغمون راكم شايفين هاد لو موديل راهو بزاف في الاسواق، يعني كاين انواع كثيره واشكال كثيره وماركات كثيره. انا الماركه اللي شريتها هي بي بي اف. شوفوا هنا مكتوب شغل اينوكس، شوفوا بي بي اف يوتيليز لو بور اينوكس افيك لا غارونتي دو لا ريزيستانس ا لو سالي. شغل هنا مكتوب اون انجلي الومنيوم، يعني جهه كاتبين هنايا مكتوب الومنيوم، هاي قبل ما قلبت دو فاسون مكتوب الومنيوم، ومام هنا كاين واحد الجهه مكتوب الومنيوم، يعني في جوايه كاتبين الومنيوم وفي جوايه وفي جهه واحده اخرى في جهه واحده اخرى كاتبين اينوكس. دوكا الله اعلم، مي انا على حسب ما شفت لا ماتيغ، على حسب ما نعرف بلي هدايا هادوما مخدومين بالالومنيوم انوديزي. هكذا انا شارحين ديجا وشنو هو الومنيوم انوديزي، ما نعاودش الشرح باش ما يجيش الفيديو طويل. واللي عندها هاديه هاد لا مارك سورتو تقول لي اسكو مليح ولا ماشي مليح. انا دو فاسون سييه ونشوف 15 جوغ ولا نرد لكم بالخبر اسكو تصدد لي ولا لا. وثاني شحال يرفد طباسه، شحال يرفد كيس، اسكو يرفد مليح، يساعد ما يساعدش، هكذا باش ننصحكم اسكو تشروه ولا لا. هكذايا هذه نقطه. فوالا دوكا نروحو العلب الزجاج اللي شريتهم. اول حاجه شريت هادوما، شوفوا شحال شابين، يجوا هنايا كشغل صبوره صغير وطاق دايا، وين تكتبوا مثلا واش كاين الداخل. دوك نفتحهم ونوريهم لكم، بزاف شابين هايلي. فوالا هم لي كيفاش يجوا، تجي من الكبيره للصغيره، بزاف هايلين، شوفوا شحال شابين. انا عجبوني كيفيهم هاد العفسه، هنا تكتبي بعكسهم، شوفوا هنايا تاني محكمة الإغلاق في هذاك السيليكون وتغلق تخي بيان. باغ إكزومبل هنايا حبيتي ديري فارينا سكري كلاس مايزينا، يعني مايزينا اللي تستعمليها شوية برك، فوالا تكتبي باسكو شتي المايزينا وسكري كلاس والفارينا أصلا يتشابهو، دونك هكذا تكتبي هنايا باش هكذا يعني هي من الكبيرة صغيرة فوالا كشغل تحفظي وين راهم، يعني ما خممتلهاش معليش، قولوا شاطرة وخلاص. المهم فوالا وتكتبي هنايا واش حبيتي. هذه هي شابين بريزونطابل فوالا، خير من البلاستيك باش نشجعكم شوية تبدلو. وكاين هادو ما تانيت هادو القرا، شوفوا شحال هايلين. باغ اكزومبل ديروا وحده زيت الزيتون، وحده زيت عادي يعني نباتي تاع طياب فوالا. وكان لي كولور هنا شوفوا في البوشون، هذه صفراء وهذه حمراء باش تفرقوا يعني بيناتهم، مالغري كو زيت الزيتون شويه اللون تاعو فونسي على الزيت العادي. هادو هما. وكاين هذه القرعه تاع لومينارك، تحطي فيها باغ اكزومبل الجو ولا الماء بارد في الفريجيدار، دوكا رانا في الصيف. وثاني بريزونطابل تجيك ضيفو لها تحطي له الماء هكذايا خير من القرعه تاع البلاستيك تحطيها له. فوالا هذه هي. وهادو مع البنات اون سيري فيها اربعه من الكبيره للصغيره. توت فاسون هادو مع تاع لاشين، يعني ما همش لابون كاليتي.
سي بوغ سا 120 ألف ماشي غاليين بزاف، ماشي كيما هادوك اللي وريتهم لكم ديجا تاع فيدا، هادوك شوية غاليين تاع طاليان. دو فاسون زدت شريت منهم، دوك نوريهم لكم. هادوما ما فيهم حتى تعليمات، يعني ما يقول لك واش ديري فيه واش ما ديريش فيه، ماشي كيما الاخرين تلقاي بزاف معلومات، هادو ما يعطوكش كامل المعلومات. لذلك انا ما ننصحكش زعما ديري فيهم حاجه تاع مخللات، ولا شتو الخل يقدر يتفاعل مع الزجاج اللي ما يكونش لا بون كاليتي ويكون فيه مسامات. لذلك انا هادوما نخليهم الحاجات الجافه، بقوليات ولا مهم اي حاجه جافه، ماشي شرط بقوليات، مهم حاجه اللي ما تتفاعلش مع الزجاج، يعني ماشي ليكيدي حيتفاعل ولا، هذه هي. اما الاخرين تاع الايطالي تقدري ديريهم للمخللات. فوالا هادو هما تاع ايطاليا لا مارك فيدا، اني شريت ديجا منها وريتهم لكم. فوالا تلقاوها هنا مكتوبه، ولا تلقاو هاد لو بابي ومكتوب فيه فيدا. هادو فيهم التعليمات، ومعليش ديروا فيه المخللات وكامل، يعني فيهم كامل التعليمات. سي لا بون كاليتي، هاد دير 60 ألف الوحده، يعني وحده ب 60 ألف، واللي كبير عليها شويه وحده ب 90 ألف، يعني هادو شويه غاليين. فوالا مي لا بون كاليتي. اما هادوما هاد لي بول هادوما اللي نديرو فيهم لي كاطو ونخلطو فيهم موسكوتشو كامل، انا استبدلتو بهذا تاع اينوكس. فوالا ماشي غالي بزاف، يدير 50 ألف، ولا بون كاليتي ما يتصدتش. فوالا وشريت له هدايا، سي جامي نحب نقطر كش حاجه لي فخيت تحبو تقطرو تغسلو فاكهة تقطرو، المهم فوالا. هذا يتباع 50 ألف، وهذا 20 ألف. و تانيت باسكو علاش، شوفوا من الباتور شوفوا تكرطوا لي كامل الداخل، دونك بدلتو بالاينوكس. الاينوكس ما مديري فيه الباتور، ما تخافيش. و تانيت فيه كامل لي فورم البنات، كاين مام يجيك شغل لا فورم تاع البول تاع الاينوكس تاع البيترا، تسمى كي ديري فيه حبه مسكوتش ولا لا جينوز ولا، يطلع تري تري بيان. الو وي، جيب معك طوماطيش وحشيش مع الناس باش نطيبك شنو اي خلاص، معليش معليش سي باريش. يا اوكي صح داكور. اخر حاجه حبيت نبارطاجيها معكم البنات هي هاد العلبه، بزاف بزاف هايله. تاني تلميناخك، شوفوا واش فيها لداخل البنات، فيها كشغل كسكاس، هادي دير 100 ألف. هايله يا البنات، لقيتها فريمون. باغ اكزومبل تشوي فلفل غي تلق الماء ديالو تحطيه هنايا، تغسلي لا فريز تخليها تقطر، دلع دوكا تقطعيه تخليه يقطر باش شتو الماء ديالو منين داك تحطيه في الفريجيدير يبرد جوغي يواسي. دونك فريمون فريمون هايله. هما شغل دايرينها باش تدخل الميكرووند، زعما دايرين في الديسان يطيبوا فيه الحوض. بون حنا ما ناش هاد اللي نطيبوا في الميكرووند، دونك فوالا. بصح ولا غير لقيتها كي فيها هاد الكسكاس براتيك، وما مديري له هكذايا شغل اللي يترفد. فوالا ما تحشمنيش، قعد ترونكيل. فوالا هكذايا، وتقعد الحاجه تقطر، ومن بعد ترمي هذاك الماء مثلا وتغلقيها تحطيها في الفريجيدار. فوالا براتيك هايله، تدخل الميكرون تسخني فيها كش حاجه. بون انا ما ندخلش هدايا فاصون، وهذه هي ما تدخلش في الكوشه. اذا حبيتوا تسقسوني تدخل في الكوشه، نو ما تدخلش في الكوشه. هذه هي، ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تكون عجبتكم، ونتلاقاو الخطره الجايه.